نبغى نشوف الآن، إحنا انتهت النسخة رقم 44 من دوري الأمير محمد بن سلمان، هذه نسخة الدوري رقم 44، خلنا نشوف مين فاز بال 44 نسخة أو 43 نسخة السابقة. نشوف قدامنا سجل أبطال الدوري السعودي. الهلال، الهلال الأول، أول بطولة حصل بطولة الدوري 1977، ثم الأهلي ثاني بطولة، الهلال ثالث بطولة 79، النصر الرابعة والخامسة وراء بعض، الاتحاد كان سادس لقب، الاتفاق السابع، الأهلي الثامن، الهلال التاسع، الهلال أيضا العاشر سنتين وراء بعض زي النصر، الاتفاق الحادي عشر، الهلال جاب البطولة رقم 12، النصر جاب البطولة رقم 13، الهلال جاب ال 14. سجل عندك هنا من عام 1991، هنا الإنجاز عاد التاريخي، نادي الشباب حقق بدوري 91 و92 و93، ثلاث سنوات متتالية سيطر فيها نادي الشباب على بطولة الدوري. دوري 94 حقق النصر، ودوري 95 حقق النصر، الدوري 96 حقق الهلال، ثم الاتحاد، الهلال 98، الاتحاد 99، الاتحاد عام 2000، والاتحاد 2001. إذن الهلال والشباب فقط هم حققوا ثلاث نسخ متتالية للدوري السعودي، ثم الشباب والاتحاد. الهلال دوري 2002، الاتحاد دوري 2003، الشباب دوري 2004، الهلال دوري 2005، الشباب 2006، وينك يا شباب؟ والله كان الشباب، ها؟ الاتحاد 2007، الهلال دوري 2008، تذكرون حق شعرة ياسر، الاتحاد دوري 2009، الهلال دوري 2010، طبعا 2009 دوري 2009 كوبري الدعية، ها، عشان اللي يقولون ليش قلت، ها، هنا واحدة وهنا واحدة، الهلال او هزازي، والهلال بطل دوري 2010، الهلال دوري 2011، الشباب دوري 2012، اعتقد هذا اخر دوري حقق الشباب، الفتح حقق دوري 2013، النصر دوري 14 ودوري 15. طبعا 14 دوري متصدر لا تكلمني، و2015 كان بطولة الدوري. الأهلي بعد غيبة طويلة من الثمانينات حقق بطولة الدوري 2016، الهلال حقق بطولة الدوري 2017، الهلال حقق بطولة الدوري 2018. كان ممكن الهلال يسوي ثلاث دوريات يدخل في نادي الثلاثية، لكن النصر جاء في 2019 وقف الموضوع، رجع الهلال حقق دوري 2020. مجموع الحاملين اللقب هنا عاد نشوف التوتل أو المجموع، مجموع الأبطال، ال 44 نسخة حقق منها الهلال 16 لقب، الاتحاد 8 ألقاب، النصر 8 ألقاب، الشباب 6 ألقاب، الأهلي 3 ألقاب، الاتفاق لقبين، والفتح لقب واحد. 7 أندية سعودية فقط هي من حققت بطولة دوري كرة القدم في المملكة العربية السعودية منذ انطلاقته عام 1977.